تحظى دولة الإمارات بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في مجال تمكين المرأة ودعمها وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة. هذا ورسخت دولة الإمارات نموذجا ملهما في تمكين المرأة وتعزيز إنجازاتها، حيث باتت الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية ترجمة عملية للرؤى الحكيمة لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن. دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لا تدخر جهداً في سبيل تهيئة البيئة الداعمة للمرأة الإماراتية وتوفير المقومات كافة التي تمكنها من الاطلاع بدورها المهم في مختلف الميادين، حيث تحظى المرأة الإماراتية اليوم بمكانة استثنائية عبر مساهمتها القوية في نهضة البلاد وتعزيز مسيرته التنموية. وقد أثبتت المرأة الإماراتية حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك اعتلائها رئاسة المجلس الوطني الاتحادي وتوليها المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية، وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي، وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن لتشكل إضافة حقيقية ولتساهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية. وشكل حضور المرأة الإماراتية في قطاعات علوم الفضاء والتكنولوجيا والهندسة والطب عاملاً مهماً في تحقيق الأهداف التنموية الرامية لأحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث سطرت المرأة الإماراتية قصص نجاح ملهمة في جميع مواقع العمل، وأثبتت أنها على قدر عال من الكفاءة والمسؤولية، لتؤكد مراراً بأنها قادرة على تخطي العوائق وتحقيق طموحاتها وتأدية دورها الفاعل في دعم نمو الدولة وتطورها. نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، ولا لا حقيقة، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة. الإمارات العربية المتحدة تتصدر العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، فلطالما كانت المرأة الإماراتية عنصراً هاماً وفعالاً في مسيرة تقدم البلاد، حيث تعمل جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل لتمكين الدولة من تحقيق طموحاتها العالية والاطلاع بإنجازات لا مثيل لها، حيث كفل دستور الإمارات العربية المتحدة حقوقاً متساوية لكل من النساء والرجال.